يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا يخفاكم حفظكم الله تطاول المنافقين والعلمانيين في الصحف على العلماء وعلى الدين، فما توجيهكم لنا طلبة العلم، خاصة وأن قد منع أكثرنا من الرد عليهم في صحفهم، فماذا نفعل؟ ما أظن أنكم منعتم من الرد، لكن الصحف تمنع النشر. أما أن أحد مانعكم من الرد، ما أحد يمنعكم، ردوا. وإذا لم تنشر هذه الصحف أرسلوا للصحف الخارج، أرسلوا للصحف التي تصدر في البلاد المجاورة تنشر. نعم.